بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرض تحييكم. معانا معلومة جميلة النهاردة برضو من ضمن المعلومات اللي احنا اتفقنا عليها، معلومة عن النقاط، ودي طلبت مننا برضو من أحد الأصدقاء، بيقول لك إيه هي النقاط في التنس. وإحنا هنحاول معظم المعلومات على إن إيه اللي بيجي على الفيسبوك أو اللي بيجي على الصفحة بتاعتنا بنحاول نرد عليه. يعني المعلومات إحنا قررنا كده إن المعلومات هنحطها طبقا لأصدقائنا، اللي تضطرب اللي يسأل سؤال هنعملها معلومة، اي سؤال اجنبي اللي عنده اسئله يحطها بقى براحته، بحيث يبقى المعلومات مش من عندنا، المعلومه احنا انتوا اللي بتحددوها. السؤال اروح ترحيل المعلومه بتاعته، الاجابه باذن الله انا اطرحها عليكم، واللي عنده معلومه برضو يا ريت برضو يقول لنا عليها برضو نستفيد منها، مفيش مشكله. طيب ايه هي النقاط؟ النقاط للمحبين اللي هم كانوا عايزين يعرفوا، نقول له اذا فاز اللاعب بالنقطه الاولى يحتسب له 15، اذا فاز اللاعب بالنقطه الثانيه تحسب له 30 درجه. اذا احنا بقول لك درجه عشان تركز معايا، 15 درجه 30 درجه. طب واذا فاز اللاعب بالنقطه الثالثه بتحسب له 40 درجه. طب اذا فاز اللاعب بالنقطه الرابعه في المجموعه فانه يربح الجيم، يبقى يبدا 15 30 40 جيم. الرابعه ما نقولش بقى 60، لا نقول له جيم. يبقى النقاط عندنا بتختلف عن لعبه كره القدم، نقول واحد اثنين، السله مثلا كذلك، الاسكواش واحد برضه اثنين، كل يوم هم كل واحد. احنا اللعبه الوحيده بتاعتنا اللي هي محتفظه زي ما قلنا في البدايه في تاريخ التنس، لما قلنا في البدايه كانت قوانين محطوطه ما زالت ماشيه عليها حتى الان، حتى كلمه ديوس، كلمه ديوس، كل هذا الكلام واخدينه من القوانين القديمه اللي هي ما زالت موجوده ماشيه معانا حتى الان. طيب اما اذا فاز اللاعب بقى بالنقطه الرابعه في المجموعه فانه يربح الشوط، يعني احنا قلنا اذا خد النقطه الرابعه اصبح جيم، يبقى خد الشوط كله. طب وفي حاله تعادل اللاعبين، لما افرض اللاعبين وصلوا 40 40 40 40 يعني 3 3 يعني، وخد دخل 15 دخل 15، خد 30 دخل 30، دخل 40 دخل 40، وصل ديوس بقى تعادل، يعني ده 40 وده 40. نقول ايه في الحته دي؟ يستمر اللعب لما وصل 40 40، يستمر اللعب بين اللاعبين على ان يفوز احدهما بفارق نقطتين متتاليتين يعني ورا بعض. يبقى برضه هوضح المعلومه دي تاني، اذا وصلنا ديوس 40 40، واحد الاصدقاء مره كلمني يا ريت يركز في الحته دي، اذا وصلوا 40 40 يستمر اللعب. بقى متعادلين 3 3 يعني. ما دام وصلنا 40 اللي ياخد كوره الكورتين ورا بعض متتاليتين ورا بعض اصبح الجيم بتاعه. يعني هيبقى ديوس تعادل، يستمر اللعب بين اللاعبين حتى يفوز احدهم بفرق كورتين متتاليين حتى يفوز بالشوط. شكرا والى اللقاء في معلومه اخرى.